السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات، أهلا بكم في الجزء الثالث من موضوع وحلقات اليمن. نتطرق اليوم ونبدأ بالتركيبة السكانية. قد قدر تعداد سكان اليمن بقرابة 26,687,000 نسمة بحسب الإسقاط السكاني لعام 2015. معظم اليمنيون ينتمون لقبائل مختلفة، وهم حضر يعيشون في قرى متناثرة بأرجاء البلاد، وتوجد قبائل بدوية في محافظة مأرب والجوف وبادية الربع الخالي وشمال حضرموت وشبوة أو ما يعرف بصحراء صيهد، وهناك سكان محافظات المهرة في شرق اليمن وهم يتحدثون لغتهم الخاصة، أما سكان جزيرة سقطرى فهم يتحدثون اللغة السقطرية، والجزيرة معزولة عن شبه الجزيرة العربية وأفريقيا، وهو ما خلق ثقافة فريدة لسكانها وعددهم قرابة 50,000 نسمة. هناك يمنيون من أصول مختلفة، تركية وفارسية وإفريقية وهندية وآخرين. هناك أيضا آخرين يعيش 27.3% من سكان المدن مقابل 73.7% في الأرياف، وتبلغ نسبة الأمية حوالي 38.8%. ونسبة الزيادة السكانية حوالي 3% سنويا، وتبلغ الكثافة السكانية حوالي 40 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومعدل الخصوبة هو 6.5 طفل لكل امرأة، و75% من السكان أعمارهم أقل من 30 سنة. قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعد معدل النمو السكاني واحدا من أعلى المعدلات في العالم، ومن المتوقع أن يصل تعداد اليمن إلى 30.8 مليون نسمة في الأعوام القادمة، وهو ما يضع اليمن أمام تحديات مستقبلية جديدة. تقدر نسبة المسلمين في اليمن بنسبة 99%، أي 1.5% من مجموع مسلمي العالم. وينقسم المسلمون في اليمن إلى مجموعتين رئيسيتين، هما السنة الشافعية والزيدية الهادوية والجارودية، وتبلغ نسبة الشافعية حوالي 60-70% مقابل الزيدية 30-40%. وتوجد أقلية شيعية إسماعيلية صغيرة، وأقلية صغيرة من الشيعة الجعفرية. ومنذ عام 1979 تزايدت أعداد معتنقي الوهابية في اليمن، ولا إحصاءات رسمية بشأن أعدادهم. انتشارهم مرتبط بشكل رئيسي بتمويل السعودية لمدارس تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وفي عام 2017 قدرت أعداد اليمنيين اليهود بحوالي 50 شخصا، إذ هاجر أغلبهم إلى فلسطين والولايات المتحدة، وهم الأقلية الغير مسلمة الوحيدة من سكان اليمن الأصليين. وجودهم قديم للغاية ويعود للقرون الأولى بعد الميلاد، وكان معظمهم يعمل في صياغة الذهب وصناعة الخناجر اليمنية، ولهم ثقافة مميزة عن باقي اليهود حول العالم. خلال الاستعمار الإنجليزي لعدن تواجدت أقليات مسيحية وفارسية، وأفدت الرحل معظمهم برحيل الإنجليز عام 1967. يتراوح عدد المسيحيين في اليمن بين 3,000 إلى حوالي 25,000 مسيحي. بالمقابل ذكرت دراسة مركز بيو للأبحاث سنة 2010 وموقع البي بي سي أن عدد مسيحيين اليمن يصل إلى 41,000 نسمة، واستشهد بمصادر الأمم المتحدة وقاعدة بيانات المسيحية العالمية. وبحسب دراسة تعود إلى عام 2015 حوالي 400 مواطن مسلم يمني تحول إلى المسيحية.
وبحسب دراسة مركز بيو للأبحاث عام 2010، تعد الهندوسية ثاني أكثر الديانات انتشارا في اليمن، ويتبعها حوالي 120,000 نسمة، ومعظمهم من أبناء الجالية الهندية القاطنة في البلاد. بالنسبة للغة واللهجات، فاللغة العربية هي اللغة الرسمية، مع وجود أقلية تتحدث باللغة المهرية في شرقي البلاد ولسكان جزيرة سقطرى. لغتهم الخاصة هي اللغة السقطرية، ولا علاقة للمهرية والسقطرية بالعربية الجنوبية القديمة التي كانت سائدة في اليمن أيام التاريخ القديم. كان اليمنيون قديما يتحدثون بأربع لهجات ضمن ما سماه المستشرق ألفريد فيليكس لندن بيستون باللغة الصهيادية نسبة إلى صحراء صيهد، وهي اللغة السبائية والقتبانية والمعينية والحضرمية، ودونوا كتاباتهم بخط المسند والزبور، وكانت اللغة السبائية هي الأكثر انتشارا أو تدوينا. بالإضافة للغة شبه سبأ، كانت مستخدمة في نجران وقرية الفاو. معظم المصطلحات في كتابات المسند موجودة في القواميس اللغوية العربية، ولا زالت مستخدمة في اللهجات المحكمية إلى اليوم. خط المسند كان نظام الكتابة الأقدم في شبه الجزيرة العربية، ويعتبر أبجدية شقيقة للأبجدية الفينيقية، ومتفرعا من الأبجدية السينائية الأولية. استعمل للتدوين من قبل المتحدثين بالعربية الشمالية القديمة واللغات الأثيوبية السامية، فالمسند هو الخط العربي الأصلي، فلم يطور سكان تلك المناطق نظام كتابة خاص بهم، إلا أن جهود مبشري الكنائس الشرقية ساهم في انتشار القلم النبطي المتأخر، وهو أحد الخطوط السريانية على حساب المسند، لأنه أسهل وساهم في دخول اليمنيين في الإسلام إلى هجرهم قلمهم القديم واستبداله بالأبجدية النبطية المتأخرة التي دون بها القرآن. ويتحدث اليمنيون اليوم العربية باللهجة اليمنية، وهي لهجة متطورة ومرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة القديمة، وهي ثلاث لهجات بتفرعات: لهجة صنعائية ولهجة حضرمية ولهجة تعزية عدنية، بالإضافة للهجة بدوية في شرق اليمن. ولكل من هذه اللهجات خصائص ومميزات. نتطرق الآن إلى تاريخ اليمن. وجدت آثار وشواهد من العصر الحجري القديم، ومدافن وميغاليث من العصر الحجري الحديث، وبدأت علامات التحضر تظهر في الألفية الثانية قبل الميلاد. ظهرت مملكة سبأ في العام 1200 قبل الميلاد، فأقامت في اليمن أربعة اتحادات قبلية، هي مملكة سبأ ومملكة حضرموت ومملكة معين ومملكة قتبان. أقوى هذه الاتحادات كان سبأ، والتي ضمنت بقية الممالك في القرن السابع قبل الميلاد بقيادة الملك السبئي كربائيل وتر الأول. دخلت المسيحية إلى اليمن في القرن الرابع بعد الميلاد، وشهدت البلاد تواجدا قويا لليهود، حتى اعتنقت القبائل اليمنية الإسلام في القرن السابع الميلادي، ولعبت القبائل دورا مفصليا في الفتوحات الإسلامية التي أعقبت وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شهد اليمن قيام عدة دويلات وإمارات صغيرة. أقوى الدول كانت الدولة الزيادية والدولة اليعفرية والدولة الرسولية والدولة الطاهرية والإمامة الزيدية. وشهد اليمن تواجد للأيوبيين والعثمانيين والإنجليز. بالنسبة لتاريخ اليمن القديم، ففي أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد شهدت اليمن قيام ممالك مدينة، وهناك اختلاف بين الباحثين حول أصول بناة هذه الممالك، ويقترح بعضهم استنادا على التشابه اللغوي أن السبائيين نزحوا من كنعان، ويستدلون كذلك بنصوص من التوراة مثل هجوم السبائيين على أيوب وقتلهم أطفاله، ففي هذه دلالة أن السبائيين كانوا أعرابا قبل استقرارهم في مأرب من وجهة نظرهم. ولكن هنا هذه
استنتاج هذه استناجات قديمة ومن الباحثين الألمان في القرن التاسع عشر، وهي مرفوضة حاليا. اليمن أحد أقدم المناطق المأهولة في العالم، وهناك دلائل على حضارات بدائية تسبق المملكة السبائية، ولكن القليل هو المعروف عن هذه الفترة وكيفية الانتقال من العصر البرونزي إلى عصر ممالك القوافل، نظرا لقلة الدراسات الأثرية عن اليمن والتي تتعرض لمضايقات وعرقلة مدفوعة بعدم الرغبة في استكشاف تاريخ اليمن والجزيرة العربية ككل قبل الإسلام. وحسب الضئيل الذي عثر عليه بظاهر الأرض، كانت الممالك أو الاتحادات القبلية الأربعة الرئيسية تتاجر بالبخور والبهارات والمر والذهب. ويذكر العهد القديم أيضا قصة ملكة سبأ وزيارتها للملك سليمان عليه السلام وقدومها بقوافل محملة بالطيب والذهب، وتعتبر مئرب مهد الحضارة اليمنية القديمة. بدأ السبئيون بالتوسع شيئا فشيئا والاستيلاء على الإمارات الصغيرة التابعة للممالك الأخرى قرابة القرن التاسع قبل الميلاد. لا توجد أنهار في اليمن كتلك الموجودة بمصر والعراق، وطبيعة الأرض جبلية وعرة، فظهرت ممالك متعددة متحاربة ومتصارعة للسيطرة على الموارد المحدودة. أشهرها وأقواها كانت مملكة سبأ، وللتغلب على قسوة الطبيعة بنى السبائيون سد رحاب، وهو سد مئرب، في القرن الثامن قبل الميلاد وربما العاشر، وكان سببا رئيسيا لازدهار وقوة المملكة. كان السد معجزة هندسية في تاريخ شبه الجزيرة العربية، يروي ما يقارب 98,000 كيلومتر مربع، ويدفع 1,700 متر مكعب من السيول حاملة 2,000 طن من المياه في الثانية. عرفت هذه الواحة البشرية الصنع بأرض الجنتين. كان السبئيون يحكمون من كهنة يسمى أحدهم مكرب، والمكرب كان أعلى طبقة اجتماعية في اليمن القديم. ومعنى كلمة مكرب غير واضح، ولكنها بالتأكيد ليست ملك أو أمير. ولقرون عديدة سيطر السبئيون على التجارة الصادرة بين البحر الأبيض المتوسط والهند، وكان السبئيون يرجون الشائعات التي صدقها اليونانيون لفترة من قبيل أن هناك ثعابين مجنحة لا تسمح لأحد سوى السبئيون بالاقتراب من مصادر إنتاج البخور واللبان. اخترع أبناء سبأ إحساسا بالهوية عن طريق الدين، فعبدوا إلههم آل مقة وأقنعوا أنفسهم أنهم أبناؤه. وما بين سنة 700 سنة 685 قبل الميلاد و700 سوف نتطرق إليه في حلقة جديدة بإذن الله، فانتظرونا قريبا.